وتعالوا نشوفوا مع بعض تفاصيل عمل السمبوسة بالجبنة الشيدر. جبنة الشيدر في السوبر ماركت بتتباع منها مبشور وبتتباع منها سليم. لو جبتها سليمة بتبشريها، جبتها مبشورة بتكون معاكي بالشكل ده كده. معانا بشوية عجينة عشان نلف واحدة واثنين وثلاثة لحبايبنا، ومعلقتين الدقيق اللي معانا من أول أيام الشهر الكريم في التلاجة للف السمبوسة. وادي الجبنة الشيدر، عايزها تاخد التوابل العربية، رشة حبهان عليها تبقى لطيفة وحلوة، سنة كمون صغيرة تطعم الجبنة، ممكن تحط شوية حبة البركة يا ويلي، حلو الكلام، أو زيت حبة البركة زي ما أنت عايز. أهو شفت دي الجبنة بتاعتي أهي، خدت الطعم العربي. شوية هيل ناعمين مع شوية قرنفل أو قرفة زي الفل، مع شوية بقدونس كمان كده. الجبنة جاهزة، وأقلبهم بالمعلقة زي الفل، خدت الطعم العربي. هتقولي لي يا مغازي ينفع اعملها بالموزاريلا؟ ينفع، ينفع اعملها بالجبنه القريش بتاعتنا بتاعت الريف المصري والصعيد المصري، ينفع وتبقى احلى من كل ده. اه تعالوا نلف السمبوسه بقى، اللهم صل على النبي. اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ دي سمبوسه بالجبنه الشيدر، نلف لنا 100 حبه في اقل من 100 ثانيه واحنا واقفين. اهو بتحسب معايا كده الحبايه، بتاخد معايا ثانيه برنس مخرجنا؟ اه واحدة كمان. مقادير السمبوسة على الشاشة بالجبنة الشيدر، واخدة الطعم العربي الأصيل. اهو عينيا. اهو يا فندم أنا كده خلصت. أنا كل القصة هحط المرجوج على وش اللحم والخضار، الشوربة على النار بتستوي، أنا مش قاعد جنبها سايبها عايشة مع نفسها، فاضل عندي المعصوم. حلو الكلام. في كمان أكلة مشهورة في المطبخ العربي اسمها الحنين، حلو، هي نفس المدرسة بس ده بيتعمل بطريقه وطريقه. فخلينا من النهارده المعصوم، وفي حلقه ان شاء الله من الحلقات الجايه برضه هيبقى يوم الاربعاء من كل اسبوع معانا اللي يكون المطبخ العربي الخليجي. شوف السمبوسه اخبارها ايه، ننزل بقى في الزيت. اخبار الزيت تمام الحمد لله. يلا على طول تسمعي الصوت ده تطمئني، يطمئن قلبك. اه تفك مني يا راجل يا طيب، سنين الخبره ده ايديا دي لفت سمبوسه بعدد شعر راسي. كفايه دول، كفايه على قد الطبق. سيبها تتحمر كده. السمبوسه كده جاهزه، سمبوسه بالجبنه الشيدر، حلو قوي. انا ما بحطش بقدونس، احط الحاجه الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. جبنه تطلع فين يا فاروق؟ قول لي بس تطلع فين، ما تزعلنيش. انت ممكن تحمر السمبوسه، الجبنه تفك في قلب الزيت وتقعد تحلى على الجبنه ويمسكوا الجبنه هربت من السمبوسه والجو اللي انت عارفه ده، انما مع الشيف المغازي ما ينفعش. نقدمها هنا كده جنب الشوربه. زي الفل تمام. شيل ده من هنا بقى، حلو، نقلب